المحل نبت الزيتون، المحل الطبيعي الأول في مصر، كل حاجة وليها عندي خد. عجينة البيتزا دلوقتي يا جماعة أهو، نعمل الأول نعجل عجينة البيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم. أدي أدي زيت، دي الخميرة اللي اتخنقنا عليها، وادي الملح وادي السكر. المخرج الجميل بيقول لي انا عايز اعرف لازمة السكر ده ليه في الخميرة او في ال، هتشغلني انت معاك كده بقى وهنعك في الكلام يا عم. الخميرة دي السكر ده اولا لما بحطه مع الخميرة بيتفاعل مع بعضه، وبعد كده بيحمر العجينة عندي، وبعدين بيساعد على التخمير، يعني بيخلي الخميرة تتفاعل معاه وكده يعني. احنا ونلم الموضوع عشان خاطر احنا مش في معمل كيميائي. طيب كده العجينة بتاعتي بعجنها اول حاجة. سنة مية صغيرة عشان ما ايه تطلع معايا مظبوط. انا عايز العجينة تطلع نظيفة، لا فيها دقيق ولا عجين ولا حاجة. نسرع شوية. صلي على حضرة النبي. كده اتجانست مع بعضيها، اقيسها، حلوة زي الفل، حلوة وزي الفل. صلاة على الحبيب. خلي الدقيق جنب كده اهو، ادي حبة الدقيق هنا عشان نحط دي كده اهو، وشوية من فوق الوش ونغطي ونرجع بقى للعجينة بتاعتنا اللي احنا للحمة بتاعتنا. هنشوف مقاديرنا. عندي الحشو بتاعي لحمة مفرومة مدهنة يعني او بالدهن، فلفل الوان، فلفل حار، طماطمية واحدة بس، جبنة موزاريلا، جبنة مش عارف ايه كده معمولة شخبطة زي مش عارف ايه مدرك ايه يعني، جبنة مشكلة. معلش بس ميكس جبن ايه ده، انت جبت لي انا عندي السكر وعندي ضخ، هجيب لي انت اكتر من كده. طيب ميكس جبن، كلمة ميكس دي عاملة زي مشبك، عاملة حدوتة كده. ما علينا. بصل وتوم، ملح وفلفل وجوز الطيب وبهارات وكزبرة ناشفة، شطة، بقدونس. طيب تعالوا بقى ايه، انا الميزة في الحواشي ان البصل بتاعه بيبقى كتير شوية عشان بيخليه طعمه مسكر، طعمه مسكر كده اهو. بصلتين دول حلوين قوي اهو. وادي شوية توم، طيب كده الريحة طالعة تجنن تجنن. نعمل ايه بقى يا سيدي؟ ادي البصل بتاعي بالتوابل بتاعتي. ادي كزبرة ناشفة، ادي جوز الطيب، ادي بهارات، ادي كمان شطة، ده انت ولعت الدنيا. ادي ملح، ادي ايه تاني، ادي حب، لا خلي دول الاخر. كل ده عايز فلفل كمان، حاضر. وادي الفلفل اهو، وادي اللحمة المفرومة كده اهو، وانزل واقول واحدة واحدة كده، نشيل بقى كل الفوارغ من هنا. اروح جايب الحلة دي ادي شوية جبن مشكلة،
شويه فلفل اصفر. ده حواشي بقى ملوش حل. ادي فلفل رومي. كده عندي العجينة اهي، بفرد فيها على قد ما اقدر. هي عايزة كده قوي تيجي توريها لي. كده عندي ادي الحشو بتاعي. حبيبي يا سيدنا محمد اهو. هقصد كده اهو. طيب كده القوي، لا حبة زيت. يلا نعمل اللي بعده. طيب نعمل بقى البلدي. البلدي يوكل. ورق الزبدة اهو كده. خل نبتة زيتون الخل الطبيعي الاول في مصر، كل حاجة وليها خل.